النجم اللبناني العالمي عادل الكرام منور بدبي. مرسي مرسي. أول شيء يعني فقدنا لك قلنا تقريبا من رمضان الماضي أنت غايب، ما معودين عليك هالقد تغيب، بس بعرف وقت اللي بتغيب تغطس غطسات يعني لتجيب لولو. شو رأيك؟ عجبتك إيه؟ طيب. يعني عادل، هل الظروف مأثر عليك غيابك ولا ما في شيء مقتنع فيه لحد هلا؟ لا بالعكس، لا بس إنه يعني عملنا كم هيك كم عمل. خليني أنا أقولها، عادل كرام وصلت لمرحلة إنه ما بقى فيك تقدم شو ما كان. أنت يعني أفلامك ترشحت للأوسكار، كانت أول ممثل لبناني بيعمل على شبكات عالمية. بعرف أنك صاير انتقائي لأنه اسم عادل الكرم يعني من غير المسموح عند جمهورك بقى أنك تقدم شيء أقل من المستوى اللي قدمته، فينا نقول هيك؟ ما يعني إذا وافقتك بكون فيها مثل غرور. لا غرور. لا, 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 لا لا خليني أقول مش هيك، مش الموضوع منه هيك. الموضوع هو مزاج، يعني أنا عندي مزاج معين، فبحب نقي أعمالي، مش أنه بالعادة يعني على طول بنقي أعمالي. صحيح. ايه. وهلا ما في شيء على مزاجك؟ في. طيب. في. يعني إمتى بدنا ننطر يعني رمضان؟ إن شاء الله. شيء خاص. إن شاء الله إن شاء الله. ما بدك تحكي. ما بحب أحكي عن شغلة بعد ما يعني صار وقتها ينحكى عنها. كل شيء بوقته منيح. ما في مثله خلص يعني ودعنا، ما في مثله من زمان. خلص. يعني هذه التجربة كانت لمرحلة معينة. إيه طبعًا. إيه. كل شيء له عمر. طيب أنا بدي أقول لك شغلي، وصلتني خبرية أنه في شيء عم تحكي أنت ونادين لبكي فيه، صح ولا لا؟ يقلي لا شيء عم نحكي فيه ولا ايه. ولا أوريدي نحكى فيه؟ نحكى فيه. لا نعم إيه، في عنا لا إن شاء الله فيلم جديد بينزل قريبا. مش بس أنا ونادين يعني، في مجموعة كبيرة من النجوم يعني. مثل مين؟ من مصر عندك منى زكي، وعندك اياد نصار، عندك من لبنان جورج خباز، ديامو ابو عبود، وفؤاد يمين. رح نرجع فين بعتقد رح ينبسطوا فيه كتير الناس ان شاء الله. رح نرجع نشوفك شيء بتجربه جديده بمصر. ان شاء الله في شيء. في يعني عادل، نحن اكيد انت فنان بنشوف حالنا فيك والله عم بحكي جد، وان شاء الله يا رب الظروف بتتحسن، مزاجك بتتحسن اكثر لترجع تقدم لنا، لانه عن جد دائما بنشتاق لك، وانت فنان لا يمل منك حبيبي. والله كلامك كثير هيك انبسطني. تسلم لي. شو بدك تقول لكل اللي عم يتابعونا عبر اثير راديو الرابع وكل السوشيال ميديا؟ بدي اقول لهم شكرا على محبتكم وحبيبي والتوفيق للجميع